عليكم، اهلا بكم مع كبابي فاطمه. اليوم حنعملوا طبخه قديمه، الناس زمان كانوا بيعملوها، السلق بالدرسه وبطاطا ونرموا عليها بيض. يلا معانا نعملوا طريقة مع بعض. انا حطيت شويه زيت تسخن ونحط عليهم شويه ثوم، زودوا شويه ثوم، هي بتحب الثوم شويه، زودوا شويه ثوم وما خلوش الثوم تاعها تحرق غير شويه برك، هي تحب الثوم شويه، ديري 3-4 فصوص هيك. نضيف لها مغرف طماطم مصبره، يعني طوماط كونسيرف، وصلصه طماطم كل بلاد كيفاش تسميها، ونقليهم مليح مع بعض. نضيف لها حبة طماطم بشرتها، اللي ما يحبش يحطها مش لازم، بس انا نحب نحطها، اذا ما حبيتيش تحطيها ما تحطيهاش. هكذا نخليهم يخليهم مع بعض ونرجع مع بعض. ها وبعد ما غليوا مع بعض، عندي عفوا عندي بابريكا، عندي فلفل احمر حار، يعني بابريكا حاره، فلفل اسود وفلفل ابيض وشويه ملح، ما نكثرش الملح لان البطاطا حنملحها والسلق ما يحتاج بزاف ملح. نحطوا الكميه، مش عايزه احطها كلها. وبعد ما الدرسه تاعي غليت او صوص او هي يعتبر درسه، فكان ضفت لها طماطم. عندي سلق انا كنت دايره في الكونجيلاتور، يعني حاجه قليله، انا ما نزيدش الماء، نخلي السلق تاعو ينزل الماء تاعو. هي الوصفه بسيطه جدا، بس انا حبيت نذكركم حاجات زمان كنا ناكلوها كانت مليحه وبنينه وحاجه بسيطه، ماهيش مكلفه، والسلق هايل، يعني مفيد جدا، الواحد يحاول ياكله لولاده. يعني هي وصفه عاديه جدا، بس انا حبيت نذكركم بوصفات زمانها كنا بنعملوها. نخلو المكونات يتحرجوا ونرجعوا مع بعض. وهاك بعد ما دخلت السلق مع الدرسه ومع الصوص، انا الكميه معايا شويه، اللي عنده اكثر يحط اكثر، انا حطيت الموجود. تحريكهم مليح، انا ما ضفتش الماء تاع السلق وحده، وما طيبتش السلق. كي طيبيه يروح الفوائد تاعو، كاين الناس يطيبوه ويحطوه، لا حطيه اخضر بالماء تاعو يطيب، تستفيدي من الفوائد تاعو احسن. وبعد ما خلاص تسبكت، نضيف عليها شويه تاع بطاطا مقليه، يعني كنا تقليها وتقدري حتى ديريها في الفوق غاطا، تزيدي لها دي فرماج، تغطي عليها شيدر او تحطي عليها موتزاريلا كيما تحبي، فرماج اللي يكون موجود عندك. انا عن نفسي مش عايزه فرماج، خليها خفيفه وبسيطه كيما تاع زمان، ما كانوش يحطوا عليها لي فرماج، انا حبيتها بسيطه عاديه. بعد ما حطيت البطاطس، عندي البيض الكميه اللي تحبيها، انا عندي 5 حبات، حطيت عليهم رشه فلفل ابيض، رشه فلفل اسود، ورشه ملح، ونخلطهم هكذا. نفرش البيض،
كله. واللي يحب يحط فرماج رابي، فرماج روج، موتزاريلا، شيدر، اللي يحبه اللي موجود عنده. انا موجودين عندي، حبيتها خفيفه، مش حابه تكون دسمه وثقيله بلي فرماج. نغطوها ونخلوها وهكذا خلاص، ما بقالهاش كثير. نروحو نشوفوها في طبق التقديم. وهكا هذه هي كانت وصفتنا البسيطة السهلة، مش مكلفة ومفيدة. جربوها، حاجة قديمة، الواحد نفكركم في الحاجات القديمة. إن شاء الله تعجبكم الفكرة، واستنونا في المزيد. نقولكم مع السلامة.